قناة النادي الأهلي. كابتن حشيش، ازاي حضرتك؟ ازيك يا اسلام؟ وازاي طبعا كباتن، بسلم على الكباتن كلها. ارد لك طبعا النهارده على الهزيمه الغير متوقعه باي حال من الاحوال. اكثر المتشائمين ما كانش ممكن يفكر في النتيجه دي. انا عايز اقول النهارده كان في اخطاء بالجمله، حاسس ان اللعيبه ما كانتش مستعده نفسيا للمباراه دي. اللي انا بعتب عليه بس في المقام الاول هو اللعيبه، حتى لو في اخطاء من الجهاز الفني. انا فين كلاعب في الملعب بدافع على النادي الاهلي وعلى فانيله النادي الاهلي؟ الجهاز الفني هيعمل ايه في الاخطاء الغير عاديه من لعيبه خبرات دوليه؟ هيقول للعيب انت ليه ما رحتش على قريب عشان تطلع الجون الاولاني، اللي هي كره سهله جدا بالنسبه للمدافعين تطلع. ده مش ممكن، كره سهله جدا. الكره الثانيه اللي فاول، ما فيش حد فكر ان هي تتلعب، يعمل عمق مثلا ويطلع الكوره، او ان الشناوي يطلع خطوتين عن خط المرمى عشان يقدر. ده الكوره نازله قدام خط المرمى يمكن بثلاثة ياردة. يعني كل دي اخطاء. فين القياده في الملعب؟ فين اللعيبه الكبار في الملعب اللي كان لازم يتكلموا مع اللعيبه؟ يعني لا، حتى الجهاز الفني برضه عنده اخطاء. لما انا شايف ان لعيبتي مش في حالتها اساسا ومش قادرين يتحركوا، مش قادرين، لازم اطلع باقل الخسائر، لازم اعمل عمليه تامين شويه اطلع باقل قدر من الخسائر، بدل ما انا فاتح الملعب وانا مش قادر، الطرفين مش قادرين. وبعدين هي كوره واحده اللي بتتلعب على الاطراف، ليه ما قفلتش انا الاطراف من الاول بعد ما عرفت وقريت المباراه؟ حتى لو كان انا كجهاز فني الفرقه مثلا غريبه عليا او ما اتفرجتش عليها او او او، هي كره واحده اللي كانت بتتلعب واختارتهم زي ما بلال بيقول من الكور الثابته اللي من الاطراف او الكور اللي بتتلعب. مش معقول يا جماعه يبقى بالشكل ده. وبعدين طبعا عادل، وعادل حبيبي وكابتن كبير، بس انا لازم احسس اللعيبه انها عملت النهارده طبعا. لازم النهارده احسس ان اللعيبه ان هي ما ادتش الواجب اللي عليها. ساعات انا ممكن اكون فنيا مش كويس، انما لازم اكون عندي الدافع والحماس، وان انا بدافع عن النادي الاهلي وبلعب. خلاص انا في خطوات قريبه خلاص في البطوله، ده ماتش مثلا مش في دور ال 16 ولا حاجه، ده احنا خلاص احنا بنقرب. فكل الاخطاء دي الفتره اللي جايه اللعيبه لازم تبقى عارفه كويس قوي انها لازم تدافع عن فانيله النادي الاهلي وتدافع عن اسمائها كويس قوي. وطبعا يعني انا بناشد جمهور النادي الاهلي من النهارده يعمل حسابه على المباراه اللي جايه. مش عايزين نشوف خرم ابره فاضي في ملعب المقاولين العرب. لو هنلعب على المقاولين العرب، تشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه، لازم يبقى في لعيبه حاسه من دلوقتي انها تعوض الخساره اللي عمر النادي الاهلي ما يخسرها بالشكل ده. انا هاخد من يعني كلامك.